حياة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا الفاضل، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. يتواصل حديثنا الذي بدأناه بالأسبوع الماضي عن هذا الجيل، واليوم سنعود مرة أخرى لمتابعة هذا التقرير. بدأنا دكتور أحمد، مرحبا بكم من جديد، لعلنا نضع المشاهد الكريم فيما بدأناه الحلقة الماضية ونعمل الربط إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. أكرر شكري لقناة طيبة الفضائية المتميزة. الله يحييك بكم. وشكري للأستاذ يوسف أيضا على هذه التقدمة الرائعة. كذلك أيضا الشكر للشعب السوداني المتميز في خيره، المتميز في طيبته، المتميز في عطائه، فلكم الشكر جميعا. هذا الحديث ذو أهمية بالغة. نعم. ابتدأناه في اللقاء الماضي، تحدثنا عن أهمية الشباب. نعم. وأن الشباب عماد الأمة. نعم. وأن أي أمة أرادت نهوض فبالشباب تنهض. نعم. وخاصة أن الشباب يشكل ما لا يقل عن ثلث وقد يصل إلى نصف المجتمعات. لأجل هذا الاهتمام بهم هو اهتمام بالحاضر بل اهتمام بالمستقبل. بالتأكيد. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى أهم الأسباب لمشكلات الشباب. نعم. وقلنا أنها في الصغر كانت التنشئة الأسرية. صحيح. وهي سن التشكيل بالنسبة لهذا الطفل الصغير، وهي ذات أهمية بالغة. نعم. ثم بعد ذلك تحدثنا أيضا عن منابر التوجيه، وقلنا أن هذه المنابر، منابر المسجد، منابر المدرسة والجامعة والإعلام، كلها ذات أهمية بالغة في التوجيه. نعم. ثم تحدثنا عن قضية مهمة جدا، ألا وهي ضعف الوازع الديني. نعم. وهو السبب الرئيس. جميل. الذي منه تكون كل المشكلات التي يمكن أن تكون. إضافة إلى ذلك تحدثنا عن قضية القدوة وأهمية القدوة، وإذا ذهبت القدوة بالنسبة للشباب تاه في حيرة وما وصل إلى ما يريد. بالتأكيد. شكرا دكتور أحمد على هذا الطرح الرائع وعلى الربط بالحلقة الماضية. أنا وأنت والمشاهد الكريم نتابع هذا التقرير، مشاهدنا من ثم نعود لانطلاقة هذه الحلقة، تابعونا. حياة طيبة. ظلت المشكلات التي تحيط بالشباب عائقا كبيرا في طريق وجود أجيال منهم كجيل صلاح الدين، وباتت أعداد ليست بالقليلة تعيش في حالة من الضياع والتقاعس، ناسين واجبهم تجاه الإنتاج والمسؤوليات الأسرية والوطنية الملقاة على عاتقهم، فصارت أوقات الفراغ مفسدة عظيمة للكثير منهم، خاصة مع معطيات هذا العصر التقنية. ومما زاد الطين بلة وجود رفقاء السوء الذين مهدوا لهم طرقا للفشل والضياع كانت نهايتها الإدمان والإجرام. أما المشاكل الأسرية فتمثل الضلع الثالث الذي يصنع انعكاسات نفسية سالبة أدت إلى ظهور نسب كبيرة من الأمراض النفسية في أوساط الشباب. إذن كيف لنا تخطي هذه المشكلات ليعود جيل صلاح الدين من جديد؟ حياة طيبة. إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حياة طيبة لمتابعة هذه الحلقة من خلال صفحتنا أو قناتنا على يوتيوب البث المباشر لقناة طيبة الفضائية، وكذلك بإمكانكم المشاركة مشاهدي الكرام من خلال صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة ومن خلال أرقام التواصل التي تظهر أسفل الشاشة. دكتور حسام أهلا ومرحبا بكم مجددا. نريد جيل صلاح الدين. نعم. جيل صلاح الدين أمر ليس صعب، وذلك لأن الأوضاع التي كانت زمن صلاح الدين، نعم، والفرقة التي كانت زمن صلاح الدين، والممالك الصغيرة التي كانت زمن صلاح الدين، فحمص عبارة عن ولاية، ودمشق كذلك، والكرك كذلك، وفرقة تعيشها الأمة أصعب من هذه بكثير. لكن وجد صلاح الدين فكان صلاح الدين في حياة الناس. الله. فالأمر ليس صعب،
بل هو أمر ميسور، بل هو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بانتصار هذا الدين. لكن ربنا تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، في نواميس في الكون غلابة. هذه النواميس منها قوله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لابد أن نرجع إلى الأصل، كيف نستطيع أن نوجد جيل صلاح الدين؟ وماذا فعل صلاح الدين لإيجاد هذا الجيل؟ القضية تكمن في عدة أمور نعتبرها أمور رئيسة، تنبثق عنها أمور كثيرة جدا تتبع لها. القضية الأولى، لابد من معيار، هذا المعيار عليه نرجع فنقيس الجيل كم هو مقترب أو كم هو مبتعد. القضية الأولى الهدف. ولابد أن يعرف كل إنسان ما الهدف الذي من أجله خلق. ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا هدفا رئيسا وهدفين ينبثقان عنه. أما الهدف الرئيس فهو عبادته سبحانه. صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا لا نعني بالعبادة العبادة الخاصة، وإنما كل عمل ابتغيت به وجه الله فهو عبادة، عبادة الاستبصار. بمعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا نريد إن والله إن وجدنا آباءنا، هذه قضية مرفوضة، وإنما لابد أن يعمل العقل لتصبح العبادة ذات أثر وذات معنى في حياة البشر، توجههم نحو صواب الفعل والقول. ومن هذا من العبادة نتج مفهومين. المفهوم الأول الاستخلاف. لما ربنا تبارك وتعالى قال لآدم: إني جاعل في الأرض خليفة. فوظيفتك أيها الإنسان الاستخلاف في الأرض، ومن معاني الاستخلاف التعمير. لأنه لا يمكن للإنسان أن يستخلف في الأرض ويترك الأرض هكذا دون أن يأخذ خيراتها، دون أن يكتشف معادنها، دون أن يجعل هذه الأرض غنية ثرية كما أودع الله تبارك وتعالى فيها من الخيرات. وربنا قال: واستعمركم فيها. ثم قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. صحيح. وآتاكم من كل ما سألتم. فالتعمير يا أخي الكريم ليس مفهوما اجتماعيا فقط، ولا سياسيا فقط، ولا اقتصاديا فقط. التعمير مفهوم شرعي أيضا. وفي هذا لابد أن ندرك أن من معاني التعمير أولا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه، مش أن يتمه، لأنه لو أن يتمه كل الناس تتمه. صحيح. لكن المطلوب أن يتقنه، أن تصل إلى درجة الإتقان وهي الإحسان في العمل. صحيح. أن تبذل غاية الوسع وغاية الطاقة وغاية الجهد في استخراج خيرات الأرض والاستفادة منها بأقصى ما يمكن. هذا معنى مهم من المعاني التي من أجلها وجدنا، وهي مقاييس نقيس عليها قربنا أو بعدنا. هل نحن في العبادة قد أخذنا الأمر الذي طلبه الله تبارك وتعالى؟ هل إحنا في استخلاف الأرض، قادة الأرض كما شاء الله تبارك وتعالى أن نكون كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم في قضية التعمير، هل استخرجنا ما في الأرض من خيرات؟ ومن معاني التعمير أيضا أيها الأخ الكريم، من معاني التعمير الإيجابية. كيف؟ يعني تخيل الحديث هذا ما أروع وما أجمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طب لمن أغرسها؟ طب ما هي قامت القيامة، ما ضل حد، لمن تغرس الفسيلة؟ ثم هذه الفسيلة اللي هي الشجرة الصغيرة في النخيل بدها سنوات لما تنبت، فلمن تغرس الفسيلة؟ الجواب الإيجابية حتى آخر رمق. لابد من العمل. والعمل بتفاني، والعمل بالنظرة إلى المستقبل، النظرة المشرقة وليست النظرة السوداوية. لأجل هذا قضايا مهمة ثلاثة: أولا العبادة، ثانيا الاستخلاف، ثالثا التعمير.
وحتى ندلل ونؤكد على أن التعمير مفهوم شرعي، انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وعد العامل المجد بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح كالا من عمل يده وجبت له الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن محبة الله لهذه الأيدي، مسك يد رجل أيدي خشنة من العمل ومن التعب ومن الضنك، فمسك يده وأراهم للصحابة فقال: هاتان يدان يحبهما الله ورسوله. يا الله. إذن قضية العمل، العمل أمر مقدس. ثم أيضا جعل العامل خير من العابد. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أحد الصحابة يجلس في مسجدي يتعبد يصلي، فقال له: ماذا تصنع؟ قال: أعبد الله. قال: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. يا سلام. إذن العمل خير من نفل العبادة. لأجل هذا الإمام الشافعي الرائع يقول في أهمية العمل، يقول: لحمل الصخر في قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس: شغل فيه عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. يا الله. إذن عدم التعمير إثم. الإنسان الذي لا يعمر لا يستفيد من هذه الأرض وخيراتها وطاقتها، قد يكون آثم. وفي هذا ينتج من عدم التعمير، ينتج منها البطالة، الفراغ، الفقر، الجريمة، أمور كثيرة جدا ينتج منها ضياع الهيبة. نعم. طيب دكتور حسام، نحن عندنا إشكالية الآن في واقعنا اليوم والنظر إلى واقع الأمة الإسلامية. نحن كأننا مسكنا الجانب الأول فقط اللي هو مسألة العبادة الشعائرية، وتركنا مسألة العمل والإعمار كل هذه الأشياء يعني لا ننظر إليها باعتبارها جزء من الدين. وهذه مشكلة كبيرة. نعم. هذا شيء مجزوء من الدين. الدين هو منهج الحياة الكامل. نعم. الذي يصلح الحياة كلها. فإذا كان الدين موجودا صلحت الحياة بكل أشكالها. نعم. كنا أقوياء في قرارنا، كنا أقوياء في تعميرنا لأرضنا، كنا أقوياء في كل شيء. وهكذا لما كان الصحابة أو لما كان أجيال الأمة لما أخذوا الدين وكأنه كل متكامل لا يتجزأ، دانت لهم الدنيا بما فيها. نعم. يا سلام. حينما أخذوه كليا. طبعا طبعا. فالدين لا يجزأ، لا يمكن أخذ هذا الجانب، جانب العبادات، وأترك الجانب الاجتماعي في ديني، وأترك الجانب الاقتصادي. الدين بيّن لنا حياتنا من مطلعها إلى منتهاها. نظم يومنا منذ أن تستيقظ وحتى أن تنام، نظم لك أذكار حين تصحو من نومك، حين تلبس ثوبك، حين تنظر إلى المرآة، حين تذهب إلى العمل. ولعلنا ذكرنا قلنا العبادة قسمين: قسم خاص، العبادة الخاصة وهي التي تعنى بالشعائر. نعم. التعبدية. لكن ليس فقط هذا هو العبادة، العبادة أيضا كل أمر ابتغيت به وجه الله فهو عبادة. يعني بمعنى أنا طالع لعملي وخروجي إلى العمل أقصد به وجه الله فهو عبادة. فإن كان العمل فيه إتقان، فيه همة، فيه تفاني، فيه جدية، فيه إبداع، كل هذه معاني تجعل العمل أفضل وأجره عند الله تبارك وتعالى أعظم عليها الإنسان. وهذا الذي قلنا عنه. نعم. الإحسان وليس الإتمام. آه. البعض عنده الإتمام، وطبعا كثير من الناس ليس عنده الإتمام. صح. لكن فنقول البعض الذي يشعر أنه متميز عنده الإتمام، وليس هذا هو المطلوب. طيب جميل. نحن قلنا من إفرازات يعني غياب هذه المفاهيم الثلاثة التي قلناها من ضمنها البطالة. لو تحدثنا عن البطالة وشباب يعني شبابنا لو حصرناها على الوطن العربي أو شباب. نعم. الأمة عموما، تجد فيه نسبة بطالة يعني ممكن تكون خرافية. يعني آخر إحصائية عندنا موجودة في السودان تقريبا 20%. نعم. يعني حقيقة حين نتحدث عن البطالة. نعم. لابد أن نتحدث بلغة رقمية. نعم. يا أستاذ الكريم. تفضل. طبعا البطالة أحد نواتج الفراغ. فالفراغ هو المشكلة الكبرى.
نعم. التي ينتج منها البطالة وينتج منها إدمان المخدرات وينتج منها إدمان الأنترنت وينتج منها قضايا كثيرة جدا. لكن لو تحدثنا عن البطالة، نعم. البطالة عندنا نوعين، بطالة حقيقية وبطالة مقنعة. أما البطالة الحقيقية فإليك هذه الإحصائية. أولا، تحتل الدول العربية أعلى معدلات بطالة في العالم. أعلى، أعلى معدلات بطالة في العالم. العالم فيه 218 دولة، الدول العربية تشكل 30% من البطالة في العالم. لماذا؟ طبعا 75% منها عند الشباب. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم اختلت فاختلت معها الحياة كلها، ومن ضمنها اقتصاد الناس اختل. الآن لو جينا نحكي عن البطالة، ماذا تعني البطالة؟ نعم. البطالة تعني عدد العاملين على عدد القادرين على العمل، وليس العاجزين، قادرين على عدد القادرين على العمل. وهنا تؤخذ النسبة. إحصائية منظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 25/3/2018، نعم، يعني حديثة. جميل. تقول في أعلى 11 دولة عربية في البطالة كانت كما يلي: اليمن 60% بطالة، بطالة 60%. بعدها فلسطين، وفلسطين خاصة غزة التي تعيش الحصار، 27.4% في فلسطين، منها تقريبا النصف في غزة. ليبيا 19.2%. الأردن في المرتبة الرابعة، نعم، 18%. في المرتبة الخامسة عمان 17.5%. في المرتبة السادسة تونس 15.3%. في المرتبة التي تليها السودان 13.3%. في المرتبة التي تليها السعودية 12.8%. ثم الجزائر 12.3%. ثم مصر 10.6%. طبعا هذه المعايير، ما هذا مؤسف، نعم، وهذه المقاييس لا تؤخذ وحدها، لأنه في ناس بتشتغل صحيح وتعمل ليل نهار، لكن تعيش في حياة مأساوية كبيرة جدا. فلا بد أن يؤخذ مع البطالة أن يؤخذ الجانب الآخر، البطالة المقنعة. وماذا تعني البطالة المقنعة؟ تعني أن فلان يعمل وبيشتغل وبيطلع من الساعة 7 وبيروح الساعة 7، لكن غير قادر على أن يعيش عيشة سوية، عيشة مرضية، لا يستطيع. لا. لأن هناك ما يسمى بخط الفقر، ولما تلاقي كثير جدا من الناس دون خط الفقر تكون مشكلة أخرى. لأجل هذا القضية في البطالة قضية مزدوجة، طيب، بطالة حقيقية وبطالة مقنعة. وإليك أيضا هذه الإحصائية، نأخذ مقاييس عالمية للفقر. هناك ما يسمى بالفقر المدقع، والفقر المدقع يعني أن يكون معدل دخل الفرد يوميا 1.9 دولار باليوم. 1.9 دولار باليوم معدل دخل الفرد يوميا. نعم. إذا كان أقل من هذا فهو فقر مدقع. في فقر دون يعني أعلى من الفقر الأول، هذا يجب أن يكون معدل دخل الفرد 3.2 دولار يوميا. نعم. الحالة المتوسطة، متوسطي الدخل، لازم تكون 5.6 دولار. نعم. يعني بمعنى لو بدنا نقربها للإخوة المشاهدين، تفضل، لو أنه أسرة مكونة من 5 أفراد، الفرد الواحد لازم يكون 1.9، هذا بحكي عن الفقر المدقع أنا. نعم. 1.9 دولار. 1.9 أضربه بثلاثين يوم بيطلع 57 دولار للفرد الواحد شهريا. الشهر. نعم. عنده أب وأم وثلاثة أبناء، 57 توسط ضرب 5، 285 دولار للأسرة. ها تعطيني الأسر اللي تأتيها في الشهر 285 دولار. لما تسمع إنه بعض الموظفين راتبه 30 دولار، 40 دولار، 50 دولار، 100 دولار، كيف يمكن أن يعيش؟ فهذا مشكلة كبيرة. صحيح. هذا فقر مدقع جدا، مكعب،
يعني أموره حقيقة صعبة. نعم. أيضا في إحصائية تقرير البنك الدولي في 17/10/2018 لتحديد خط الفقر المحلي الخاص في القطر، فكان كما يلي. الآن اليمن 48.6% من الشعب دون خط الفقر. نعم. 48.6% دون خط الفقر. غزة 29.2% دون خط الفقر. مصر 26.1% دون خط الفقر. العراق 18.9%. تونس 15.2%. الأردن 14.4%. السودان وحسب المسح الأخير بعد الانفصال الذي كان في عام 2014 نسبة الفقر 36.1%، منها 25% تحت خط الفقر المطلق. هنجيب عند السودان لو سمحت لي دكتور حسام إن شاء الله بعد الفاصل نكمل في هذه الإحصائية. مشاهدينا الكرام فاصل بثم نعود لنواصل هذه الحلقة، تابعونا. حياة طيبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حياة طيبة وأنتم تتابعون هذه الحلقة والحديث عن هذا الجيل. نامل أن يكون جيل إن شاء الله يصلح الغد بإذنه سبحانه وتعالى وأن يكون جيل ذا همة عالية ترفع شان هذه الأمة. تحية لكل المشاهدين الكرام اللي بتابعونا وبصحبتنا الدكتور حسام أحمد مشا من الأردن الشقيق نقيب المعلمين السابق بالأردن. أهلا بك يا دكتور حسام مجددا. أثار الفقر تحدثنا عنها وتحدثنا عن نسب لدولنا العربية وتكلمنا عن نوعين من الفقر، ما هي الأثار المترتبة عليه؟ يعني يقول الإمام علي بن أبي طالب نعم. كرم الله وجهه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. كم هذا الفقر له آثار على المجتمعات. المخدرات، الخمور، الانحراف، الجريمة، الفساد، التفكك الأسري، الضغط النفسي والكبت، المشكلات في حياة الناس كلها. حقيقة الفقر يدمر المجتمعات، يجعل المجتمع كذلك الإنسان الهزيل الذي لا يمكن له أن يتحرك على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على جميع المستويات. الفقر يدمر المجتمعات حتى يصبح الإنسان أو يصبح المجتمع غير قادر على أن يتخذ قراره بنفسه، لأنه يريد من هنا ومن هنا ومساعدات وهبات وإلى غير ذلك. كل هذه تضعف المجتمع وما يصبح المجتمع مجتمعا سويا قويا. ولعلك تفضلت في حديثك أنه الدول العربية تملك 60% من مقدرات العالم، 60% ومع هذا تكون أمة ضعيفة. صحيح. ومع هذا واقع أمتنا العربية واقع محزن، واقع أليم. حقيقة هذه مأساة كبيرة تعيشها أوطاننا التي الأصل أن تكون لها المكانة والقدر. ولعل الشاعر يقارن ما بين الماضي الذي كان، ماضي التألق، ماضي العظمة، ماضي المجد، ماضي المكانة، وبين الحال الذي نعيش، فيقول ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها رجال خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا عدو ببهتان ندوس له الجبين وما فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. الله يرحم أيام الأندلس اللي غاب اسمها عن الناس. صحيح. صار اسمها إسبانيا فقط. صحيح. وبنعرف منها فقط الفرق الرياضية للأسف. نسينا جامعاتها غرناطة وقرطاجة وإشبيلية، نسينا هذه الجامعات التي كانت والعلماء كانت محاضن للعلوم يأتيها من أوروبا التي كانت تعيش في العصور المظلمة، فتأخذ من جامعاتها وتفتخر أن شهاداتها من جامعات الأندلس. وما فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومه
وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر. سؤال الدهر أين المسلمون؟ سؤال الدهر أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. سيرجع الله كل سيرجع. شهر بإذن الله سيرجع بإذن الله دكتورنا إن شاء الله. ولكن صراحة الواقع يعني يندى له الجبين دكتور حسام. ننتقل للنقطة التي بعدها وكل واحدة أعلم من الثانية. مسألة الفراق بالنسبة للشباب واحدة من المشكلات الآن التي تؤرق هذا الجيل. نعم حقيقة قضية الفراق النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعم صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. صحيح. الصحة والفراغ. والفراغ الفراغ يا جماعة هو العمر، هو العمر كله. الفراغ يا شباب يساوي أعماركم، لأجل هذا والوقت أفضل ما عنيت بحفظه. صحيح. وأراه أهون ما عليك يضيع. الفراغ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة مغبون، شو يعني مغبون؟ الغبن أن تبيع شيء ثمين بثمن زهد أو بثمن زهيد، أي شيء أثمن من العمر. ما في شيء أثمن من العمر. لأجل هذا العمر هذا يجب أن يستثمر. لحظات تنقضي وتنتهي وتسرع في توديعنا للدنيا في كل لحظة. نحن نودع الدنيا، لا بد أن تستثمر هذه الحياة. وحقيقة يعني قد يصل الإنسان إلى عمر 80 سنة، لكن قلب صفحات العمر فارغة فيش فيش. وقد يصل الإنسان إلى من العمر 20-30، لكن له أمجاد لا تنسى. صحيح. له ذكر خالد يذكره التاريخ فلا ينساه. لما إحنا بنحكي عن أسامة ابن زيد القائد العام لجيوش المسلمين المتوجهة نحو الروم حتى تنتقم لقادة مؤتة وجيش مؤتة، شاب عمره 18 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم وضع القائد العام للجيش. طب هات أعطيني دور الشباب في مجتمعاتنا، أعطيني واحد فيهم بالثلاثين من عمره وصل إلى مركز مرموق في القيادة. ما في، لساته صغير. مشكلة في الشباب ولا مشكلة في حاجة؟ المشكلة يا سيدي الكريم في من مطلوب منه أن يؤهل الشباب. إذا أهل الشباب فهم يملكوا طاقة جبارة كبيرة جدا. صحيح. لكن ما زلنا ننظر إليهم صغارا، حتى لو صار عمره 30 ولا ممكن يصل إلى سن 40 وهو لا يمكن أن يكون مسؤول في شركة، لأنه نقول له حتى لساتك صغير. لأجل هذا قضية العمر وبركة العمر واستثمار العمر أمر مهم جدا. لما عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد ماذا قال؟ قال إنه فتى خليق بالإمارة. الله، خليق بالإمارة. لأجل هذا الفراغ مفسدة، وأي مفسدة ينتج عن الفراغ؟ أمور كثيرة جدا منها ينتج عن الفراغ الفقر الذي يعيشه الناس. لا يعمل، هو قاعد ما صحيح. عنده شيء، وقته ضائع سدى، حياته مش منظمة، ممكن في الليل يسهر وفي النهار ينام للظهر للعصر وهكذا، هو لا هدف له، ضياع ولا يبالي تيه. نعم. إحباط، كل هذا معاني موجودة في الفراغ. وقد تتطور إلى أمور أكثر من ذلك، قد يصبح عنده إدمان على الإنترنت، يقضي وقته مع التلفون، عزلة كبيرة جدا حتى في بيته وبين أهله، يدمن، يصل لمرحلة الإدمان، يصل إلى مرحلة الإدمان، ما في عنده شيء إلا هذا التليفون. والأدهى والأمر أن ينحرف في إدمانه إلى ما يسمى بإدمان الإباحية والجنس، وهذا نعم. مشكلة خطيرة في حياتنا. زمان جزء الواحد لما كان يروح على السينما كان يحوش أسبوع ولا أسبوعين لما يروح على السينما ويحضر الفيلم يرجع. الآن سينما موجودة في جيوبنا. ما هي السينما لزمان يعني كل شيء متاح يعني للأسف الشديد. وكل شيء متاح. نعم. وبكبس الزر تستطيع أن تصل إلى ما تريد. والعياذ بالله. وهذه مشكلة كبيرة جدا حقيقة. وإذا كان في مجال نتحدث عن إدمان الإنترنت وما فيه من مآسي. تفضل، لأنه مشكلة الآن معضلة هي. نعم. بالنسبة للشباب يعني. نعم. حياتهم كلها عبر الجوالات. هذه مشكلة. نعم. من المشكلات الأخرى إدمان المخدرات. وإذا علمت
أنه عندنا في العالم 218 دولة دخل المخدرات كل هذه الدول وبنسب، بعضها أعلى نسبة عالية، بعضها أقل، بعضها أكل، لكنها موجودة عند الجميع، عند جميع الدول، وهي متباينة. نعم، هذه مشكلة من مشكلات الفراغ. من مشكلات الفراغ الكبت، الإحباط الذي يعيشه ذلك الإنسان، يشعر أنه غير موجود، حياته بلا هدف، حياته بلا إنجاز. نعم. صار عمره 30 سنة وهو غير طامح أن يتزوج، لأن المستقبل المنظور أمامه لا يوحي له بذلك، هو عاطل عن العمل، فكيف يمكن له أن يجهز نفسه وأن يكون عنده مهر؟ وخاصة إذا تحدثنا عن القضايا والمشاكل الأسرية وقضية الزواج وتكاليف الزواج الباهظة، فالفراغ ينتج عنه مشاكل كثيرة جدا. ينتج عن الفراغ الجريمة، ينتج عن الفراغ الأخلاق المنحدرة. صحيح، إنسان ما عنده شيء، كيف يقضي هذا الوقت؟ بل هو يقول كيف أقتل الوقت، قتل الوقت، قتل الوقت، وما أعرف أنه يقتل نفسه، يقضي حياة على حياته، وهذه مشكلة حقيقة كبيرة جدا. صحيح. فالفراغ أصل كبير، بل مشكلة كبيرة تتفرع منها العشرات من المشكلات. نعم. العشرات من المشكلات هي ظواهر لهذه المشكلة الأكبر، وهي قضية الفراغ. ولا ينبغي لعاقل أن يعيش الفراغ. نعم. لا ينبغي لعاقل أن يعيش الفراغ، لابد أن تعمل، وإن دنا العمل أو قل لابد أن تستثمر وقتك، لأن استثمار الوقت هو الإنجاز في الحياة. عندنا في الرياضيات إشي بيسموه خط الأعداد. خط الأعداد يمثل عليه العدد، هذا العدد صفر، وهذه الأعداد الموجبة على اليمين، وهذه الأعداد السالبة على اليسار، فالعدد له قيمة. هناك خط أعداد، لكن هذا خط أعداد الرجال، وخط أعداد الرجال يختلف عن خط أعداد الحساب. خلينا نتعرف عليه بعد ما ناخذ خالد من الشمالية. مرحبا بك يا خالد، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يديك العافية. تحية لك ودكتور حسان إن شاء الله. الله يبارك فيك يا خالد، تفضل. عايز أسأل عن ليه تعلق الشباب بالعادات الغربية أكثر من التعلق بالعادات الشمالية وغيرها. طيب، شكرا. شكرا جزيلا خالد، كثر خيرك، كنت معنا من الولاية الشمالية. سؤال أخونا خالد واضح، حنجاوب عليه إن شاء الله مباشرة. لماذا يتعلق الشباب، يعني خلينا نعمم، بين مجتمعنا العربي ومجتمعنا السوداني، ويتأثر بالغرب أكثر مما يتأثر بعاداته وثقافة مجتمعه؟ الإنسان يتأثر بالقوي. ومع شديد الأسف أن من يقود العالم الآن الغرب. ولما قلنا إحنا كمسلمين وعرب فقدنا قدواتنا يا أستاذي، وفي هذا تعال الواقع اللي بنشوفه. إحنا عندنا إدمان كرة القدم. صحيح. تجد الشاب بيعرف الفرق كلها، الفرق الأوروبية مثلا يعرفها كلها، وبيعرف تاريخ هذا اللاعب، كم هدف سجل، وإيش رقم قميص، كل شيء، كل شيء. نعم. كل شيء يعرف عن هذا اللي بالنسبة له مثل وقدوة. لكن قل له يا حبيبنا إذا سمحت، النبي صلى الله عليه وسلم شو اسم أولاده؟ ما بيعرف، ما بيعرف، ما بيعرف شيء، لأنه القدوات التي الأصل أن تقودنا وأن توجهنا وأن ننظر إليها مثل أعلى مفقودة، ما موجودة، مش موجودة. إذا لا نلوم الشباب، والله إحنا يعني إذا أردنا أن نضع نسبة وتناسب. نعم. الشباب لا يلاموا، يلاموا، لأنه مطلوب منهم أن يبحثوا. نعم. مطلوب منهم أن لا ينسوا أن لهم تاريخا مليئا بالإشراق، مليئا بالقدوات الحقيقية التي عز نظيرها وقل مثيلها. ما لقيت حد، ما في حد علمني بأنه عندي تاريخ. وهنا تكمن المشكلة الأخرى، وهي مشكلة المجتمع. لأجل هذا إذا كان اللوم على الشباب 20%، فاللوم على المجتمع 80%، وهذه مشكلة كبيرة. إذن الإنسان بيطلع للقوي، ومن هذا بمثل القوي. فعشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قالنا لتتبعن سنن من كان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يكون إذن؟
وهذا هو الحاصل. وهذا هو الحاصل. هذا هو الحاصل. نحن نتبع هؤلاء لأنهم يملكون الحضارة ويملكون التقدم. بلادهم مزدهرة. إذا رحنا زرناهم في بلادهم نجد عندهم كل معاني الحضارة بما فيها. لأجل هذا ترجع وأنت مفتون بما عندهم. صحيح. حتى على العكس تجد عندهم أخلاقنا اللي إحنا فقدناها. لا نمدح بهم. لا نمدح. وإنما حقيقة الشيء الجيد يذكر بجوده. فلما تجد هذه الأمور موجودة هناك، ولما تجد أحيانا بلادنا العربية فقيرة من كل هالمعاني، تقول لا والله أنا ليش أبقى هون، أنا بدي أغترب هنا وأنتج هنا وأفيد ذلك البلد وأمنع خيري عن بلدي الذي أنا فيه، وأكتشف هناك وتسجل لي اختراعات هناك وأقود الحضارة هناك، وبلادي محرومة من كل ما عندي من إنجاز. نعم، إلى عهد قريب، إلى سنة 1900 أو 1400 ميلادية، كانوا هؤلاء يقلدون، يعني حتى كل الغرب كان يقلد المسلمين. طبعاً الذي طبعاً يلبس الزي الإسلامي، وهذا متقدم وهذا متحضر. صحيح. نعم. صحيح. وأنا قلت لك أنه إذا الإنسان أخذ شهادته العلمية من جامعة غرناطة يذهب إلى الغرب ويقول لهم هذه شهادتي. إحنا الآن يا سيدي شهاداتنا في بلادنا مش كثير لها قيمة، لكن لو جاء ذلك الوافد الأجنبي الذي يحمل شهادة من أمريكا ولا من بريطانيا، شهادة مقدسة. صحيح. ويقدم عليك. ويقدم عليك. هذه المشكلة حقيقة. هذه مشكلة كبيرة. نرجع إلى الأسرة. الدكتور حسام علو هي لها النصيب الأكبر في مسألة يعني تغييب هذا الجيل عن الوعي. يعني فلنبدأ بمشكلة، يعني هم كل الشباب الآن اللي يريد أن يتزوج، هناك تصعيب في جانب الحلال، يعني ما يستطيع الآن الشباب أن يقدم على الزواج. بالمقابل الحرام سهل جدا، يعني صحيح. نقفل هذا وهذا متاح. نعم. نعم. يعني قضايا كلها متشابكة. متى يستقيم البنيان؟ يوما قوامه. نعم. إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. نعم. أناس كلهم مشتركون في هذا الواجب. والمشكلة أن يكون في المجتمع بناء واحد وهدامون كثر. ولما تعرف أيهما أصعب، الهدم ولا البناء؟ سهل البناء. البناء بده فترة طويلة حتى. صحيح. ينجز، والهدم في دقائق. صحيح. وينتهي. لأجل هذا الأسرة جزء. طيب حنجي نكمل في ذي دكتور حسام، نأخذ متصل معنا. متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحب بك، الله يديك العافية أختي الكريمة. تحية لك. الله يبارك فيك. ضيفة معك. الله يحييكم. هاني. الله يسلمك. طيب أنا عايزة أسأل من إنه الفراق، يعني كيف أنا أعمل الفراق؟ هاي المنظمات الطوعية الشغل فيها بملالية الفراق. تمام، جميل، شكرا. في سؤال تاني يا أم هاني؟ لا لا، شكرا. شكرا لك، شكرا لك، كتر خيرك. نجيب على سؤال أختنا أم هاني. نعم. العمل الانخراط في العمل الطوعي، هل يعني هو يعني وسيلة جيدة الإنسان يملأ بها الفراق؟ طبعا. نعم. طبعا وسيلة ممتازة ليملأ بها الفراق، وهذا مطلوب من كل إنسان تجاه مجتمعه. أنا لا أعيش لذاتي. من يعيش لذاته يعيش صغيرا ويموت صغيرا. لكن الكبير من يعيش لهموم مجتمعه، فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم العبادة. لازم أن أكون إيجابي في مجتمعي. الانخراط في هذه المؤسسات أمر في غاية الأهمية. فإن كان انخراطا تطوعيا فهي حقيقة تميز كبير. يا سلام. ولما يكون ذو هدف، ولما يكون ذو رؤية، ولما يكون ذو إنتاجية، ولما نحقق فيه حقيقة منافع للمجتمع، يكون هذا في قمة العطاء. فمطلوب منا جميعا أن كل واحد يخدم مجتمعه في الأمر الذي يتقنه ويحسنه، كل واحد في مجاله. المرأة تقدم، والرجل يقدم، والشاب يقدم، وهنا دور الشباب مهم. لا. جدا في هذه القضية. إذا لم تجد، بل إن وجدت حتى، لابد أن يكون لك دور في العمل التطوعي والاجتماعي، لأن هذا خدمة لمجتمعك الذي تعيش فيه. وكل إنسان يبادر من يعني من فكره، من منطلقه، من الأشياء المتاحة أمامه. نعم. طيب نرجع للأسرة، قلنا هي جزء كبير جدا من. نعم. إشكالية. يعني بمعنى. أول شيء لو جينا نحكي في المشكلات، ممكن نقول عنها مشكلات أسرية ومشكلات مجتمعية. لو بدأنا في المجتمعات أو في المشكلات الأسرية،
تفضلت وقلت في قضية الزواج. الزواج عندنا مشكلة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعجيل الزواج وعدم تأخيره. نعم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ف، وهذه ف في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة متى استطعت تفضل وأقدم على الزواج لتحصين نفسك بل لتحصين المجتمع. ما قال يا معشر الرجال بل قال يا معشر الشباب. الشباب طبعا. نعم. طبعا. ما هو يا معشر الرجال هذا خطيرة، ممكن يصير ثانية وثالثة. نعم. إذن قضية من استطاع منكم الباءة فليتزوج مباشرة. لكن لما تنظر إلى الواقع الذي يعيشه الشاب في مجتمعاتنا العربية، درس وأنهى جامعته عمره 22 سنة وبدأ في مرحلة صعبة البحث عن العمل، ولنفرض أنه توفق ووجد العمل مباشرة، كم سيحتاج هذا المسكين يا شباب يا مساكين، كم تحتاج حتى تستطيع أن تحصل ما يمكن أن تتقدموا به للزواج؟ الزواج مكلف يا أخي جدا. الزواج في مجتمعاتنا عندنا مثلا في الأردن قد يكلفك حوالي 10,000 دينار، يعني بمعنى 15,000 دولار. طب أنا لسه ما اشتغلتش، هو أنا لما اشتغلت أعطوني راتب 300 دينار 400 دينار، بدي أكل منهم، لا بدي أشرب منهم، لا أدفع منهم مواصلات، بدي أدخر منهم، بدي أساعد والدي منهم، إيش أساوي؟ ومتى يمكن أن أحصل هذا المبلغ الضخم الكبير؟ لأجل هذا تأخر سن الزواج. صار الشاب لما يتزوج عمره 38 سنة أو أكثر من ذلك أحيانا، وبالمقابل تأخر سن الزواج للبنات. صحيح. فأصبحت عنوسة موجودة في مجتمعاتنا. صحيح. وموجودنا في بيوتنا. والحل يا جماعة، الحل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الآباء ويخاطب بل المجتمع كله، يقول أقلهن مهرا أكثرهن بركة. صحيح. فإذا أردتم يا أيها الآباء بركة لبناتكم وبركة لبيوتهم وبركة للمجتمعات فلا تغالوا المهور. نعم. بعدين أنت الآن تزوج ابنك وبعد ذلك تزوج بنتك، كما تغالي عند فلان فلان سيغالي عليك. بالضبط. لما لا يكون تكافل في المجتمعات؟ لما لا نلغي الكثير جدا من العادات التي ورثناها خطأ؟ صحيح. لاش يكون عندي شرط أني بدي أجيب ذهب 20 غرام أو بدي أجيب حقيبة العروس أو يكون في صالة يكلفني مبالغ كبيرة جدا باهظة. نعم. أو لما لا نتفق في المجتمع على إلغائها؟ لما لا نعمل جمعية نسميها جمعية تيسير الزواج، ونقول للناس للآباء يا أيها المسلمون، يا من تأمون المساجد، يا من عندكم الخير الكثير، ألا تحبون نبيكم؟ طب هيك نبيكم يوصيكم، هكذا كان النبي، وهكذا سيرته، وهكذا مهره على زوجاته، وهكذا كان يزوج أصحابه. إذا ما عملنا هيك مشكلة خطيرة في مجتمعاتنا، مشكلة كبيرة لا توصف. مثل ما تفضلت. نعم. يصبح الحلال صعب والولوج إليه مشكلة خطيرة، بينما الانحراف ما أسهل وما أيسره. وهنا حطمنا القيم في مجتمعاتنا. من حيثنا ندري. حيثنا ندري. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. نعم. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم ما أتم وعمل. يا أيها الآباء اتقوا الله في هؤلاء المساكين الشباب، وحصنوهم ويسروا عليهم، هذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في تيسير الزواج. نعم. جيد أن تكون هناك مبادرات. نعم. وإحنا الآن قاعدين بنحكي عن الأخت اللي سألت عن الأعمال التطوعية، لننشئ جمعية اسمها جمعية تيسير الزواج. عندنا فكرة في الأردن راقية جدا. اسمها جمعية العفاف. جمعية العفاف يا سيدي ماذا تصنع؟ يأتي لهذه الجمعية الآباء وحتى البنات ويسجلوا أسماءهم، ويأتي الشباب فيسجلوا أسماءهم، ويتم بعد ذلك جلسات توافقية إنه والله هذا فلان تناسبه فلان. فإذا تم الأمر والتأم أصبح هناك ما يسمى بالزواج الجماعي، 40 عريس وعروس، 40 زواج في وقت واحد، في وقت واحد. الجمعية تتكفل لهم بالقاعة، وتتكفل لهم بتكاليف الزواج كلها، وتعطيهم هدايا من متبرعين ومحسنين أثاث لبيتهم. يا سلام.
ألا نستطيع؟ أليس في الأمة أغنياء أثرياء بالتأكيد موجود. يعني يصنع معروفا ويبنوا أسرا عفيفة على هذا الخير؟ هذه مشكلة تعيشها مجتمعاتنا، وهي مشكلة تأخير الزواج، ومنها يصبح العزوف عن الزواج، وهذه حقيقة يعني. وهناك تصبح الجرائم الأخلاقية حتى طبعاً السلوكية طبعا طبعا بلا أدنى شك، بلا وتنتشر أدنى شك. يعني حالات الإنجاب الغير شرعي، ويكون عندنا فاقد يعني للأبوين في صحيح. دور الرعاية. ثم لا تنسى قضية الجامعات وما فيها من اختلاط، هذا الاختلاط الموجود في جامعاتنا وما يمكن أن ينتج عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. ما خلى، ما في جلسة تكون جلسة خلاء ما بين شخص، ما بين ذكر وما بين أنثى، إلا قادها الشيطان. وإذا قادها الشيطان إلى أين سيوصلها؟ زي ما بيقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولما تأتي البنت من منطقة بعيدة وتجلس في الجامعة بلا رقابة، لا من الأهل ولا من الذين يمكن أن يراقبوا أمورها، والشاب كذلك، إذا ما وجد انضباط الشريعة وانضباط الأخلاق، ما الذي سيمسك مجتمعاتنا معاشي الأسف؟ للأسف تبقى إشكالية كبيرة طبعا. فلذلك الحل الوحيد تأثير مؤونة الزواج طبعا طبعا بلا أدنى شك. يعني ما في داعي يعني تعقيد المجتمع وماذا يقول عنا الناس، يعني ننظر يعني الآن يا جماعة خلينا نقارن. نعم. هذه عاداتنا الاجتماعية وهذا شرعنا، أيهما أحب؟ أيهما أحب؟ أيهما يقدم يا ناس؟ أيهما يقدم؟ هدي نبينا أما وجدناه موروثا عن آبائنا وأجدادنا؟ خلينا مبادرين في مجتمعاتنا. نعم. خلي هناك مبادرات في تيسير الزواج وليعلن عنها حتى يشجع الآخرين على قضية الزواج. فلان زوج ابنته بمهر يسير وفلان كذلك، ولتنتشر في مجتمعاتنا، لتصبح ثقافة، حتى تصبح ثقافة. نعم. نعم. وهذا أيضا دور الإعلام أيها الإعلاميون الكرام، كيف ممكن فعلا أن نشجع وأن نعطي المجتمع نماذج. نعم. لهذا الأمر العظيم. طبعا هذا جزء من المشاكل الأسرية، من المشاكل الأسرية طبعا. أنه ماشي صار الزواج وتم، لكن هناك غير توافق ما بين الزوجين، وهذا عدم التوافق يا سيدي الكريم سبب الرئيس ومعظم مشكلة الأولى السنة الأولى من الزواج، إذ أن حسب الدراسات 70% من حالات الطلاق في السنة الأولى من صحيح. الزواج صحيح. السنة الأولى من الزواج. نعم. والمشكلة أنك تأتي بعادات وأنا أتي وهي تأتي بعادات أخرى. الآن الأصل هذه العادات أن تسير هكذا، تقترب حتى تقترب تلتقي. حتى تلتقي. نعم. لكن إذا سارت وبدأت تفترق فكل سيذهب لحاله، فكل سيذهب لوحده. نعم. لأجل هذا أبو الدرداء بحط حل لمشكلات الزواج كلها في دقيقة، للمشكلات الزوجية. نعم. بيقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا أرضيتك. إحنا اثنين نغضب مع بعض مشكلة، حرب عالمية ثالثة. نعم. إذا رأيتيني غضبت فرضني. نعم. وإذا رأيتك غضبا أرضيتك، وإلا لم نصطحب. وأنشد يقول: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سؤرتي، يعني بعد كلامي. نعم. ولا تنطقي في سؤرتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. بالتأكيد. لأجل هذا، هذا منهج عظيم تستقيم عليه الأسر، تتوافق وتلتقي فلا تفترق. نعم. إذن هذه يعني عدد من المشكلات وهي قليل من كثير. نعم. سنواصل إن شاء الله في حلقة قادمة دكتور حسام أحمد مشة، نريد خلاصة القول لهذه الحلقة ونختم به الحديث. خلاصة القول: لا يأس مع كل ما نرى، لا يأس أبدا. نعم. وإنما المستقبل قادم، لكن علينا أن نبدأ بالتغيير. وهنا نداء إلى شبابنا الذين نحبهم ونجلهم، هم عيوننا التي نرى بها، هم آذاننا التي نسمع بها. نعم. هم سواعدنا لتبني غدنا ومستقبلنا. نريد من هؤلاء الشباب أن يعيشوا لأهدافهم.
أن يعيشوا لمبادئهم، أن يملأوا حياتهم، فلا فراغ، الفراغ للجاهلين الذين ليس لهم مشروع في حياتهم. نريد من مجتمعنا أن يتكافل وأن يتعاضد وأن يقف مع الشباب حتى فعلا نستطيع أن ننهض بهذا الجيل المنتصر القادم إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور حسام أحمد مشا، نقيب المعلمين الأردنيين السابق، لك التحية، سعدنا بهذه الإطلالة الرائعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سنواصل إن شاء الله في ذات المنوال في حلقة أخرى من حياة طيبة. إذن شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة لهذه الحلقة، سنلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى من حياة طيبة. إلى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. حياة طيبة.